السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. انا اليوم طلعت الشمس بس المباراة، احس اني ناسي شيء ولا بوك جوال مفتوح. بس خلاص معروف وين بنروح اليوم صح ولا وين خوي؟ وين انت؟ قول بنروح الحين الميوزيوم. اللي يحب الكمبيوترات راح يعجب الفيديو ده، وطبعا الكمبيوترات امريكا مكتوب عليه 100% ما راح بس يكونوا شركات امريكية، يعني لازم يجيبوا شركات ثانية. شركات امريكية شنو؟ ابل ومايكروسوفت، هذا مالت الكمبيوتر ديل والاي بي ام. ف متوجهين الحين نشوف، خلكم معنا. انت ما بتشجع المدح صح؟ انا ما احب المدح. تبغى اقول له يعني لا، يعني اذا كنت تحب تكنولوجيا راح يعجبك المكان. ايش تحب انت في حياتك عبد الله؟ صدق ما عندي اهتمامات. صدق والله اهتماماتي قليله، يعني من عرفته من 2013 صدق ما اعرف انه يحب شيء. شو اللي تحب؟ احب امي وابوي. ما في متحف للأم والأب، وما في ما يجيبون متحف كذا، ما في والله ما في. أشوف لك بعدين، أشوف لك. يمكن شوف المبنى ذا سكننا في نهاية 2013 تقريبا إلى 2015 أيام عزوبية. ها تذكر؟ نحن عزوب تذكر؟ لا أيام قديمة. الله عبد الله، ولا ما تبي تنزل؟ كيفك عادي تتم عادي توصيله بس. هذا اينشتاين ده؟ هذا لينكولن. شنو عرفته؟ رحلو. We go back with original Sumerian clay tablets 4000 years old. Monk manuscript 1230, this beginning of writing or recording information. And then all of these are inventions or milestones in history we have to go through to get to our technology of today. Mm-hmm. And then when you come over on this side, we talk about the invention of the integrated circuit, the first microprocessor, the beginning of Apple, Microsoft. Steve Wozniak has been here and donated the Apple One that we have in there. What is the Apple One? Apple One is right here. Okay. And he autographed it for us. We've had a lot of these inventors here in the past. And then you just follow along. When you go through a hallway on the left side, you're going to talk about brains, artificial intelligence, robotics. Mm-hmm. Okay. Okay? Mm-hmm. And then on the back left side, we're going to talk about World War II, hacking Hitler's code with the Enigma machine. Mm-hmm. Mm-hmm. All right? Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. هذا هو ستيف وزنياك. إلى الآن ترى عايش. ما مات؟ لا، هو اللي أسس أبل مع ستيف جوبز، اثنينهم مع بعض. طبعا هو وجوبز سحب عليه. ليش سحب عليه؟ ما أدري. سحب مات. شلون سحب عليه؟ سحب عليه ومات يعني وهدي يولي؟ هذا هم ماتوا اثنينهم. هذا هو ستيف وزنياك وهذا ستيف جوبز. طبعا شو الفرق بينهم؟ ستيف وزنياك هو اللي يعرف كل شيء في التكنولوجيا، في البرمجة وكل شيء يعرف. ستيف جوبز ما يعرف شيء، بس يبي ذي الشيء يصير. يعني هو ده العقل المدبر. وهذا اللي ذي ينفذ. أيوة. هذا أبل وان. تخيل هذا الكمبيوتر. شوف هذا علامة أبل القديمة. تخيل أبل 1 سنة 76. 96 أول آيفون ولا؟ لا 2007 أول آيفون. أي الأول شنو 96؟ لازم يجي أول. سيارات كابروس 96 مدري. هذا أول آيباد عندي في السعودية موجود ده. حاسبة برضو هنا. شوف الحاسبات القديمة. أنت شو اللي قريت الحين دخلت؟ التليفون. هذا التليفونات البداية. أول واحد 1876 هني التليفونين. 77 ذا نزل بالحالة. 78 شوف التليفونات كيف تطور حقهم. إلين. ما لحقت نيو لوك ما نزل ده. شلون؟ أوه في فيديو ده ما شفناه ده. هذا جديد 1905. 1890 تليفون. هذه التلفونات القديمة شلون دي؟ في واحد لازم يكون شغال عليهم، انت تدق عليه وتقول له شبكني على تلفون مثلا بتكلم بيت واحد ثاني، وقوم هو يفشيل الواير ويشبكه عشان تروح تكلم الشخص اللي تبيه. والله كذا يجي لهم كلمات ويشبك كل واحد على الخط الثاني، انت تشبك مع خط كذا. ذا ام بي 3 هذا شو اسمه؟ تليجرام يعتبر، يعني يدز بينه وبين شخص ثاني كذي ينكتب. يعني تتوقع لو ناخذها بكم نبيعها؟ وايد والله. الله انت تخيل دي عبد الله ايش كبرها؟ هذا هارد ديسك قوي ايش كبر؟ هذا بس 8 ميجا بايت. الله 8 ميجا بايت. ها شوف الفرق. وهذا 250 تي. ولا ما قلت قبل شوي انصدمت ان الدخول هنا في المتحف ده مجانا، في بس دونيشن انك اذا عجبك المكان تبرع يعني.
هذه لغة البرمجة كانت كذا. هذا منطقتنا احنا بوزمن مكتوب اسمها بوزمن. الكمبيوتر كيف يقراها وانك تبرمجها؟ حرف البي لازم تكتب 0100010 عشان تكتب البي 0110 كذا علشان تكتب بس بوزمن. الكل يعرف ان الكمبيوتر ما يقرا الكلام احنا نشوفه، الكمبيوتر ما يفهمه، الكمبيوتر يفهم لغة الارقام. ال0 وال1 تجمعها مع بعض يعطيك احرف معينة اللي نشوفها احنا. اللي قلنا عنده هذا او فيرست باينري كمبيوتر، يعني اول كمبيوتر يتعامل بالصفر والواحد. 1937 هذا اول ترانزستور صح؟ 1948 هذا الاشياء اللي فشلت فيها ابل. هذا الوسطي ذا، هذا بروجكت ذا اسمه ابل كويك تيك 100، وهذا اللي داخل شوف كم سعره. في عام 94 كان قيمته من 700 الى 1500 دولار، وفي عام 2014 كان قيمته ب 1118 الى 2400. هذا نوكيا، هذا هذا كمبيوتر ابل 2، وهذا الثاني مدخل فلوبي، وهذا اللي تحت ابل 1 سوته كذا تقريبا اذكر، وهذا ستيف وزنياك. هذا بعد كمبيوتر، وهذا كيبورد. وينه؟ ابل؟ لا مش ابل، اللي تحت كمبيوتر ابل ذا. ذا ابل، هذا ماكنتوش، في دعايه حق ستيف جوبز معه. هذا اول ما حطوا الكمبيوتر طلعت فيه شاشه، كمبيوتر قديم اللي ترى ما تشوف فيها شيء. دوز ارقام تضغط تضغط عشان تسوي اوامر بس. هذا الكمبيوتر دي اللي طلعت فيه شاشه وفيها الوان وفيها الاشياء دي كلها. شوفوا اول ما اخترعوا الماوس برضه ابل، وتحت هذا نفس نيوتن بس جديد ده والله. سليرون، سليرون اسمها هي، هذه هي ايوه. اي تي ان تي كان اسمها سليرون، بعدين غيروا اسمها موتورولا. فرايزون موتورولا بس مع فرايزون. شوف التليفون اللي ورا ده حديد، كان يشيل هذا ولو في ورا حزام كانك تشيله كأنه شنطة. يمكن مال حرب هذا، يمكن يجي هذا مال فيديوهات. فيرست باتري باور تي في بالبطارية يا حبيبي. كأشخة أول ايش عرفك كذا دقيقة تحداك تلاقي تبجل بطارية. احنا هذا تلفزيون تطالع فيه كذا وكل في باتري داخل ها، وهذا الهندل حق والله. شوف الانتل، شوف الكاميرا القديمة سوني، شوف التي في ده، هذا الراديو يا باي كذا شغل شغل. وذا هذا الريموت، هذا التلفون ده لحقنا عليه عاد شيء طبيعي. شوف ذا التلفزيون خلطي قماشه اللي حطته الجدار. بلاي ستيشن 1 عندي اياه في البيت. عبد الله ما انتبهنا حق ذيلي. كاباسيتر والاندكتر وكل شيء هنا اشوفهم جو الكتريستي. شنو هذا ام بي 3؟ لا اللي تحط داخل تحط عندك سماعات. لحقنا عليه كلنا احنا، لحقت عليه انا الشريط تحطه وتمشي. لا اذكر شريط واحد اصلي اصلي لحقت على واحد اصلي شريط ب 50 ريال لون اسود اذكره سوني ذاك الوقت، ما في افضل من 50 ريال. وروح اشتري طذي الكاسيتات السوبر ماركت الفاضيين ونسجل عليهم حركاته وانفع. هذا اللي ما صدقهم انا، رصعدوا القمر ونزلوا من فوق الجبل. هذا الستيج اللي فوق اللي في القمر، اللي يبي يشوف المعلومات دي يوقف الشاشه ويقرا. هذا الجهاز اول ياخذ حمض الدي ان اي من المخلوقات. هنا الروبوتات دخلنا، شوفوا كيف بعض الافلام والاشياء ذي اللي كانوا فيها رجال اليين، وهم الحين يعتقدون ان الرجال الاليين ذي خلاص بيصيرون في الحقيقه في السنوات الجايه. هذا بعض الافلام دي موجوده، المكنسه اللي بالكهرباء اللي تطلع لحالها وتمشي وتكنس وترجع. هذه غرفه الذكاء الاصطناعي. طيب شنو شغف البشر الحين هنا؟ هذا اينشتاين وهذا مخه. شو مدخل الذكاء الصناعي فيه؟ روح شوف اينشتاين مخه شوف. السلام عليكم. الذكاء الصناعي يعني بادئين فيه عام 1991. هذا ايرلي برين ميديسن اند ساينس. هنا السكشن ذا حق الحرب العالميه، حاربوا هتلر كيف هزموه، طبعا كان محارب معاهم ذا الشخص برضه. توفيت في اي سنه انت معاهم الحرب العالميه؟ باين لي من التسعينات من الشنب، باين لكم من زمان. هذا تقريبا صليب علم هتلر النازيه والاشياء ذي كلها. شوف هذا المعدات اللي استخدموها في ذاك الوقت، وهذا الجهاز التجسس اللي يصيد بين الالمان والاشياء ذي اللي كيف يتجسسون عليهم بالاصوات. طبعا هذا هو حجمه الحقيقي، هذا هو كامل كبر الصوره كلها هذه كله. يعتبر غرفة كاملة يعني. هذا هو بعد الفيديو هنا.
شوف كيف يسجل منهم. هذه الجواسيس جلسوا في التنصف حق الآلة ذيك. نبدأ من بداية هذا البريطانيين، بعدين بولنديين، بعدين الأمريكان. هنا برضو صورهم أوقات الحرب. طبعا أنا ما أدري شو السالفة شلون صار كذا الحين، بس المحل اللي جناله حق كمبيوتر، فدخلوا في الحرب العالمية والأجهزة اللي استخدموهم يعني في الغواصات. وصورات ورا الحقيقة مرسومة طبعا، هنا يعلمونا كيف الكتاب وكل الأشياء دي وكيف يستخدمونه. هذا ذي الصور ريزيسترز، والكبار ذي شوي اندكترز. أول كمبيوتر نجح ذي يعتبر لحق شركات، لحق حكومة يكون. ذي سووه بس ما مشى من شكله، ما بحلو لو حطينا قزاز كان مشى. هذا الطباعة في الماضي البرينتر، شوف كيف. هنا الكتب القديمة والأشياء ذي اللي تعلمكم التكنولوجيا. هذا عندي أنا في السعودية عاد. كيف بدأت أبل؟ هنا جس شوف فيلم وخلصنا يلا. وفي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وانتظروني الفلوق الثاني، فلوق ما تحبوا زمن. والسلام عليكم.